تفضل يا استاذ محمد. يعطيك العافية شيخ وليد. حياك الله، تفضل. شيخ وليد، أنا عندي سؤال بالنسبة لحديث المبشرين بالجنة، هل هذا الحديث شيخ وليد صحيح أو غير صحيح أو العلماء مشكوك؟ اختلفوا فيه. تمام، يعني مو واضح إذا صحيح أو غير صحيح. ماشي، بس ايه الاشكال؟ يعني احنا لو افترضنا سؤالي دلوقتي انه بخصوص صحيح 100%، ايه الاشكالية؟ الإشكالية أنه سؤالي أنا بخصوص سيدنا علي هو من المبشرين بالجنة بحسب الحديث طبعا. نعم. طيب شيخ وليد، أنا كاتبهم بالورقة ثواني. أول شيء، الإمام علي جيشه ضم الناس اللي قتلت سيدنا عثمان. ثاني شيء، رفض يقتل قتلة سيدنا عثمان. لا وآخر حياته الإمام علي اعترف أن يزيد كان على حق. الإمام هذا علي الشيخ اعترف أنا أن سؤالي، يزيد هل على حق؟ أن كان يزيد على حق وكان يجب أن يقتص من قتلة عثمان، يزيد ولا معاوية من قصدك؟ قتلة سيدنا قصدك معاوية؟ من قتلة سيدنا عثمان أنت تقول أن مش سيدنا علي معاوية بن أبي طالب اعترف أن يزيد على حق، تقصد أن معاوية يا على حق؟ يزيد معاوية بن إيه معاوية، صح، هذا نعم. خطأ من عندي. سؤالي انه هل الامام علي يتحمل مسؤوليه بانشاء بين قوسين الدين الشيعي، يتحمل مسؤوليه سواء كان قصد او بدون قصد؟ هذا هو سؤالي. يا غالي، كل إنسان طبعا هيتحمل المسؤولية، ولكن زي بالظبط كده الصحابة. هل علي بن أبي طالب يخطئ؟ نعم، علي بن أبي طالب يخطئ. هل عمر بن الخطاب يخطئ؟ نعم يخطئ. هل أبي بكر الصديق يخطئ؟ نعم يخطئ، ولكن أخطائهم مغمورة في جبال حسناتهم، في جبال حسناتهم، تمام؟ فالله المستعان. تمام. ولكن قال ما عليه أهل السنة والجماعة أن علي بن أبي طالب كان هو على الصواب ومعاوية هو على الخطأ. كان علي بن أبي طالب يرى أنه تأخير القصاص من قاتل سيدنا عثمان حتى لا تكبر الفتنة، حتى لا تكبر الفتنة، وكان على معاوية الانتظار، كان على معاوية الانتظار، ولكن بالفعل حدثت الفتنة بينهم، فالله المستعان. ولكن في النهاية كلها الكل أفضى إلى ما قدم. هنقعد يوم القيامة كده كأنه قدامنا شاشة ونشوف مين الصح ومين الغلط. الله عز وجل يحكم على هذا في النار، ويحكم على هذا في الجنة، يحكم على الاثنين في الجنة، فالله المستعان. ساعتها سنسلم إلى قاضي السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، وما في إيدينا حاجة نعملها إلا إن احنا نقعد نتكلم على شوية على سيدنا معاوية شوية، ونتكلم على سيدنا علي بن أبي طالب شوية، والخلاف الذي حدث فيما بينهم، ونترك الأمة كده وخلاص. الله المستعان. الله عز وجل، لكن اسمعني بس يا أخي، الله عز وجل ماذا قال عن الأمم السابقة؟ عن الأمم السابقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس مع الصحابة ويبتدي يقطع في فروة الأمم السابقة، لم يجلس يقطع في فروة اليهود، تمام؟ كل اللي عمله أن الله عز وجل أنزل آية، آية جميلة جدا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحارب اليهود ما كانش بيحارب اليهود على الخلفية بتاعتهم إن هم قتلت الأنبياء وقتلت المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حارب اليهود حاربهم على الخيانة بتاعتهم الحادثة في عهده، صح ولا مش صح؟ والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم خونت انهم قتلت الانبياء والمرسلين، وانهم خونه، وانهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يامن الجانب بتاعهم حتى خانوه. فلذلك عندما خانوه تفاعل معهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخيانه وليس على الماضي، وليس على الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس مع الصحابة ويقعد يلعن اليهود والنصارى ويلعن قتلة سيدنا موسى وإلى آخره. ما كانش يقعد يلعن النصارى الذين قدموا سيدنا عيسى كما شبه لهم طبعا للصلب إلى آخره، والله عز وجل رفعه حتى لا يحدث فيه شيء. ما كانش قاعد يلعنه، كان النبي ينظر إلى الأمام
ويسير إلى الأمام، فإذا حدث من هؤلاء شيء حاسبهم على ما أحدثوه وليس على الماضي. كذلك نحن، إحنا عشرنا الصحابة؟ لا. عشرنا سيدنا معاوية؟ لا. سيدنا علي بن أبي طالب؟ لا. طب حدث فتنة ما بينهم؟ نعم. من الممكن الكتب تكون فيها كذب؟ آه، من الممكن أن يكون فيها كذب لإحداث شقاق بين المسلمين. فالحل الأمثل والأأمن إيه؟ أن القضية برمتها أصبحت في يد الجبار، انتهت القصة. أشوف بقى أنا عايز أعمل إيه؟ أشوف الناس اللي إيه؟ اللي بتتكلم عن الشرك، اللي بتطعن في أمهات المؤمنين، الكلام ده كله. أما إيه اللي حدث ما بين معاوية، وإيه اللي حدث ما بين سيدنا عثمان، والناس اللي خرجت عليه، طب والقتال، طب صفين، طب يزيد، طب مش عارف إيه، الكلام ده كله ولا لي أي لازمة. صحيح شيخ وليد، لكن الإمام علي سواء بقصد أو بدون قصد ساعد أنه تقويم دين الشيعة اللي هو عبارة عن خزعبلات. ما ساعدش، لا لا لا، احنا كده انت حضرتك انت كده هتوصل لمرحلة النصب، انت كده هتوصل لمرحلة النصب. لا ما ساعدش. علي بن ابي طالب عندما اتى اللي هو اسمه ايه، مش اسمه ايه ده، زفت الطين اليهودي ده، نسيت اسمه، عبد الله بن سبأ اليهودي، ابن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي، ونسب لعلي بن ابي طالب الالوهية، علي بن ابي طالب حرقه بالنار. علي بن ابي طالب كان بيقتل الناس اللي بيألهوه. علي بن ابي طالب لو حدث امامه اي شيء يخالف الشرع ما كان يسكت عنه علي بن ابي طالب. فاحنا مش عايزين كلام الشيعة يأثر فينا يخلينا نتخذ اتجاه عكسي. اقول لك ازاي بالظبط، اشرحها لك بصورة بسيطة. اب وام معاهم طفلين، طفل دايما بيزكوه، تعالى يا احمد، روح يا احمد، حبيبي يا احمد، مش عارف ايه يا احمد، يا احمد يا احمد. والطفل الثاني اسمه ياسين، فكانوا بيدلعوا احمد كتير جدا. هل احمد نفسه احمد ليه ذنب في شيء؟ ملوش ذنب في شيء، صح كده؟ اللي بيدلعوا الاب والام. فيجي ياسين يكره احمد، مش يكره الاب والام، يكره مين؟ يكره احمد. فده انت الان تتجه للاتجاه دوت، ان من كلام الشيعة علي بن ابي طالب والحسين، علي بن ابي طالب والحسين، علي بن ابي طالب والحسين، علي بن ابي طالب والحسين. فانت تبتدي تفكر لعلي بن ابي طالب، طب هو ما عملش كده مع عثمان ليه؟ طب هو ما دافعش عن عثمان ليه؟ طب القرار اللي اخذه قرار خطأ، كان المفروض وتبتدي نوصل لمرحلة كره علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وده طبعا خطأ وياخدنا في اتجاه مش صحيح. لدرجة ان انت كمان لو تلاحظ ان انت ابتديت تشكك في المكالمة الاولى، ابتديت تشكك كمان في المبشرين بالجنة، وكأنك تريد ان تقول ان علي بن ابي طالب كيف مبشرا بالجنة ويحدث منه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. فتوب الى الله عز وجل. وعلي ما هو علي فيه من الصفات الكثيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا أحد ينكرها، وهي موجودة في كتب أهل السنة والجماعة، والذي حدث هو فتنة فقط بين المسلمين، عصم الله عز وجل منها أيدينا، فليعصم منها ألسنتنا. وجزاك الله خيرا.